الحقيقية ضد المد الأصولي الإسلامي الذي بدأ في سبعينيات القرن الماضي ورحلت عن عالمنا في عام 1995. نوال مدكور ولدت بالقاهرة عام 1928، حصلت على ليسانس الاجتماع جامعة القاهرة وعملت بجريدة الجمهورية، وكانت أول من أشرف على صفحات المرأة واهتمت بمناقشة قضايا المرأة وقوانين الأحوال الشخصية، وكانت لها جهود مثمرة في تقديم الخدمات والرعاية لأعضاء النقابة، واستمر عطاؤها حتى خلال مرضها الذي انتهى برحيلها عام 1976. أمينة شفيق كانت عضو مجلس النقابة على مدى دورات عديدة تجاوزت 25 عاماً، تخرجت من الجامعة الأمريكية عام 1957 وعملت بمجلة الجيل بأخبار اليوم، وشاركت في المقاومة الشعبية في بورسعيد ضد العدوان الثلاثي، عملت في جريدة المساء ثم الأهرام، وصدر لها عدد من المؤلفات منها لن أعود إلى البيت، واشتهرت بتفانيها في خدمة الزملاء حتى أصبحت سكرتيرا عاما للنقابة، وقررت التوقف لتعطي الفرصة للجيل الجديد، ومقالاتها مستمرة حتى الآن في الأهرام تحت عنوان رؤية ووجهة نظر. فاطمة سعيد من مواليد عام 1929، تخرجت من كلية الحقوق وبدأت رحلتها في عالم الصحافة في مجلة آخر ساعة ومنها إلى جريدة الأخبار. انتخبت عضوا في مجلس نقابة الصحفيين عام 1973 ورحلت عن عالمنا في يوليو 2002. بهيرة مختار بدأت العمل الصحفي أثناء دراستها بقسم الصحافة بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1958. نجحت في انتخابات مجلس نقابة الصحفيين عام 1975، وهو أول مجلس نقابة يضم ثلاث صحفيات هن بهيرة مختار، فاطمة سعيد وأمينة شفيق. سناء البيسي عضو مجلس نقابة الصحفيين منذ عام 1987 إلى عام 1991، درست في قسم الصحافة بكلية الآداب جامعة القاهرة، ضمها الكاتب الكبير مصطفى أمين لجريدة الأخبار ثم انتقلت لجريدة الأهرام، وتدرجت حتى صارت رئيساً لتحرير مجلة نصف الدنيا، وهي فنانة تشكيلية أيضاً، أقامت العديد من المعارض بالقاهرة وواشنطن ومونتريال، ولها لوحة جدارية بالمبنى الرئيسي للأمم المتحدة، ولها عدة مؤلفات منها امرأة لكل العصور. شويكار طويلة تخرجت من قسم الصحافة جامعة القاهرة عام 1969 وبدأت العمل في وكالة أنباء الشرق الأوسط، ووصلت لمنصب نائب مدير تحرير، وانتخبت رئيسة للجنة النقابية بالوكالة، وكانت أول سيدة تمارس العمل النقابي بها، وانتخبت عضوا بمجلس نقابة الصحفيين عام 1993. عبير السعدي ولدت عبير السعدي في عام 1975 والتحقت بمؤسسة الأهرام أثناء دراستها بكلية الأعلام، ثم التحقت بعد تخرجها بمؤسسة الأخبار، ونجحت في انتخابات مجلس نقابة الصحفيين عام 2007 والذي غابت عنه المرأة لفترة 12 عام واستمرت فيه حتى عام 2014. اهتمت بمجال التدريب خلال فترة عضويتها بالمجلس، الأمر الذي ساهم في تطوير مهارات مئات الصحفيين. حنان فكري ولدت حنان فكري في عام 1971 وتخرجت من كلية التجارة بجامعة عين شمس، وعملت صحفية بجريدة وطني، ثم حصلت على دبلوم الإعلام التربوي من جامعة عين شمس. انتخبت عضوا لمجلس نقابة الصحفيين في عام 2013 وتولت اللجنة الثقافية، وفي فترة رئاستها للجنة تم أول جرد لمكتبة النقابة منذ عام 1948، ثم تولت لجنة التدريب وتم اختيارها أمينا عاما مساعدا للنقابة، وقامت بخدمات عديدة للزملاء. أجدد التحية بحضراتكم مشاهدينا وضيفة بنت النيل الأستاذة حنان فكري إبراهيم عضو نقابة الصحفيين. أستاذة حنان، يعني كما تابعنا في هذا التقرير 9 سيدات فقط كان لهم وجود في مجلس نقابة الصحفيين على مدار تاريخها، ليه 9 سيدات؟ ده يعني سؤال حقيقة كنا بندور في المؤتمر بتاع كفاح الصحفيات على إجابة ليه. الموضوع متشعب شوية، يعني في حاجة ليها علاقة بالصحفيات نفسهم،
وفي حاجة ليها علاقة بالمناخ العام. خلينا نتكلم عن المناخ العام الأول لأن هو ده السبب في السبب التاني. طب خلينا نتكلم على الاحتفالية، اهتمت بهذا البعد زي ما حضرتك بتقولي كنتوا بتدوروا على إجابة عن هذا السؤال؟ واحنا كنا لقينا الإجابة فعلا زي ما قلت لحضرتك، احنا كنا بندور في الاحتفالية، هي ما كانتش احتفالية قد ما هي كانت تأسيس وترسيخ ليوم كفاح للصحفيات كل سنة، وطلعنا بتوصيات كان منها ان يوم 12 ابريل من كل عام يكون يوم لكفاح الصحفيات، نتناول فيه المشكلات والتحديات والضغوط اللي بتواجه الصحفيات بسبب نوعهم الاجتماعي. لان ده موضوع مش هيخلص النهاردة ولا بكرة ولا بعد سنة ولا اتنين، ده موضوع فيه جزء منه موروث اجتماعي وجزء ثقافة مجتمع، فهياخد وقت طويل علشان يتحل، ربما يمتد لسنوات. طب اسمحي لي قبل ما نتطرق لهذه الأمور يا أستاذة حنان، ليه الاهتمام هذا العام بكفاح الصحفيات المصريات؟ يعني احنا بنتكلم في 75 سنة هو عمر النقابة، ما انتبهش حد لكفاح الصحفيات غير بعد 75 سنة؟ مش عارفة أرد بصراحة، لأن يعني ده سؤال أنا سألته لنفسي، هو ما كان في ستات في المجلس قبل كده؟ كده يعني الإجابة هي نفس الإجابة على أول سؤال حضرتك، ليه 9 بس في 75 سنة؟ الإجابة في الجزء الأولين اللي قلته لك، عشان المناخ العام، في جزء من الموضوع مرتبط بالمناخ العام. المناخ العام المناخ العام ده بمعنى إيه يا أستاذ؟ المناخ العام بمعنى إن الظروف المحيطة بالمرأة المصرية بشكل عام وتنعكس على الصحفية بشكل خاص مش مناسبة لأنها تبدع ولا مناسبة لأنها تخرج مهاراتها كصحفية ولا مهاراتها كامرأة نقابية ولا مهاراتها في العمل العام بشكل واسع. فزمان لما كانت المرأة بتيجي تقدم على الانتخابات وتنتخب، وفي مرة من المرات كان في مجلس فيه ثلاثة من النساء، يعني ثلث المجلس كان من النساء، كان أستاذة أمينة شفيق، أستاذة بهيرة مختار، وكان تقريبا أستاذة أمينة السعيد أو سناء البيسي مش فاكرة. ففي مجلس كان فيه ثلاثة، ده معناه أن الظروف المحيطة كانت مهيئة، الأذهان والنفوس كانت مستريحة لتمثيل محترم للمرأة يعبر عن الصحفيين، وكان فيه كفاءات من السيدات اللي ينفع ان هم يتولوا هذا المنصب، ما بقولش لا. لكن لما نيجي على مدار 28 سنة تقريبا كانت أستاذة أمينة شفيق وحدها في المجلس، إلا مجلس واحد اللي هو كان فيه التلاتة دول، فضلت الأستاذة أمينة شفيق لوحدها في مجلس النقابة. ده معنى إيه؟ هل ده معناه ان مفيش ولا ست ترشحت؟ أكيد في ستة تترشحوا. وكمان بعد الأستاذة أمينة شفيق 12 سنة قعد المجلس، فترة فراغ طويلة، فترة فراغ. هل ما فيش صحفية اترشحت؟ لا، في صحفية اترشحت. هل ما فيش صحفية من اللي اترشحوا تصلح أن تنتخب؟ لا، في، بس الوضع العام والظروف المحيطة لا تحبز وجود نساء، لا تحبز أن يمثلها مرأة، لا تحبز وجود الجنس الناعم واللطيف زي ما بيقولوا ضمن المجلس، لأنهم بيشوفوا أن العمل العام يعني الرجال أكثر قدرة عليه. حضرتك صحفية وعضو نقابة الصحفيين، طبيعة العمل الصحفي مناسبة للمرأة؟ وجود المرأة على الساحة الصحفية من تاريخ بداية عمل النقابة وحتى الآن بيسجل وجود المرأة كصحفية، لكن وجودها في مجلس النقابة هو المناخ العام مش شايفه؟ طبيعة العمل ده هو اللي مش مناسب للمرأة ولا؟ لا، كمان الجمعية العمومية هي اللي بتنتخب، هو اللي مش بينتخبني الشعب، اللي بينتخبني جمعية عمومية هي عندها موروثات ثقافية وعندها جذور لأفكار فيها حاجات من النشأة وفيها يعني تقاليد وعادات بتفضل راسخة حتى لو الإنسان تم تنوير وحتى لو الإنسان مارس المهنة اللي هي مفروض مهنة الحرية، بتفضل جواه بعض الموروثات اللي بتخليه متأثر وقت ما يجي يخط اسم حد، هيخط يعني قلمه هيكتب مين؟ هيكتب اللي هو يعني يتوافق مع جذوره ويتوافق مع موروثاته. وده محتاج شغل طويل جدا. نتيجة لهذا المناخ اللي حصل ان الناس بتبتدي تقدم على الترشح،
ثم تجد هذا المناخ فتقلع. حصل عزوف من الصحفيات عن العمل العام. أنا مش بلوم الناس اللي بتعزف عن العمل العام ومش بلوم الصحفيات اللي بتعزف عن الترشح، لكن بناشدهم ان هما ما يستسلموش. يعني ما بلومش الناس اللي عزفت عن الترشح لما سقطوا مرة واثنين او لما اتهاجموا لمجرد انهم قالوا انه هيترشحوا، بس بقول ان احنا ما ينفعش نستسلم. يعني علينا ان احنا نكمل. ان المرة دي مثلا انا لوحدي في المجلس، يعني بعد استاذ عبير ما نزلتش الدورة الجديدة فاصبحت انا لوحدي، هي امرأة واحدة في المجلس، مجلس من 12 ونقيب، بالرغم من ان المرأة تمثل تلت الجمعية العمومية 2844 عضو من النساء مقابل 6000 وكسر، بقى احنا عددنا 9035. طيب يعني هل ده تمثيل مناسب؟ هذا التمثيل لا يعبر ولا يتسق مع الجهود المبذولة من اجل ان تحصل المرأة على مكانة متميزة من أجل تمكين المرأة. طب سمعنا عن صدور كتاب وإنتاج عمل تسجيلي لتوثيق كفاح الصحفيات المصريات، إيه اللي تم في هذا الكتاب وإيه اللي تم في هذا الفيلم؟ هو الحقيقة أن الفيلم الكتاب هو معايا نسخة منه، هو ده هو بيوثق للأربعة المؤسسات، أربعة من ضمن المائة المؤسسين للنقابة الصحفيين والتسع عضوات المجلس، وده بمناسبة اليوبيل الماسي. كانت فكرته جت بشكل لطيف جدا، ان احنا كنا بنقول هنعمل أوراق عمل للمؤتمر. كتبت ورقة الأستاذة فريدة النقاش،